العنصر الأساسي للأمن هو المواطن. ما لم تتمكن القوى الأمنية من كسب ود المواطن ستكون المشاكل أمامهم كثيرة وستكون المشاكل جمة. يجب أن تكون خط الشروع الأول للقوات الأمنية هي كسب ثقة المواطن، وفي نفس الوقت أطلب من المواطنين أن يكونوا عين للقوات الأمنية. ما نريد نرجع خطوات إلى الوراء، ما نريد نسمح للدخلاء، الدخلاء على الدين أولا قبل أن يكونوا دخلاء على أمن المدينة. أيضا إخواني أؤكد لكم حرص مجلس النواب على المضي بالتشريعات التي تضمن توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، تضمن توفير فرص عمل من خلال الجهد الحكومي وجهد الحكومة، ومن خلال يعني تفعيل قانون الاستثمار وقوانين الاستثمار وجذب الاستثمار والمستثمرين. السلام عليكم. ما محتاجين تسلم عليك والله شكرا. ما محتاجين الله يحفظك. الله يخليك. يلا اخوان ما محتاجين شيء.